الرقية تنقسم إلى قسمين. معنا موتشوغول نفتي بيتش ديدي. رقية شرعية ورقية شركية. معنا موتشوغول أننا هورما كيامي رادو هنو موتشوغول أننا هورما شركية أنكيجو. نعم. الرقية الشرعية. معنا جنون رقية شريان جون شريان جيكون كجيلو كهم بونو. لها شروط ثلاثة. معنا فيه هنو موتشوغول يتمو حركة شرية نماري تقال تاتي. اختل شرط من الشروط الثلاثة تنتقل من الشرعية إلى الشركية. جونون ستايوني إن شرطي جيكا فيه موتشوغول يسلو دون سي قوات الإيبيتون هاري هنكاري ونروني موتشوغول شركو ينكوج. الشرط الأول أن تكون الرقية من القرآن أو السنة. فيه أون موتشوغول موتشوغول سلو كو يتو هارا كو قرآن إيبي ولا كو سنة. يعني من القرآن يقرأ سورة الفاتحة. من جاء ونو متجر القرآن ني أوتك جانا مثال فاتحة. من السنة قل أعوذ بكلمات الله التامات. نجاء مورو يا سنة أوتك إن أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم. الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع. شرط إيمان في أو قل متجر سلو تراكو كونغول لا ونقول بوي أندا نقول كون نقول فيري. فلا يمكن أن تكون الرقية بكلام غير مفهوم أو يتمتم يقول هكذا. واتا ونده ده موتشغول وانتا كونغود انا هورما اندان نفا ماجي كو بولو بارار ني تونغو اندا كو ندي فيراتا. ولا يمكن ان انسان يلقي اخر يتكلم بصوت منخفض، لابد يرفع الصوت حتى نسمع ما يقول. اي موتشغول نون سي ادي موتشغول كو بي اوتي حالكو نانوتو ونا يو سوندو ني توم هارا يب الا ناند كون اون هالد. لانه قد ينادي الشياطين اوتي نو وند اوغي نو دون هارا كو كاني جينو نغولو دودي شيطان نغولو دودي. نعم. الثالث أن تكون الرقية الثاني هذا وتكون باللغة العربية، لأنه لا يوجد عندنا رقية بغير اللغة العربية. إيه كونن يا سل لغول كديت مش أقول من تفكرك حال عربية، بعدك ونن على تبتالي مش أقولك وأنا عربية. الشرط الثالث نعتقد أن الرقية سبب، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيت جلب المنافع ودفع المضار. إيه شرط تام فيه موتشغول يسلو دتاوا تاهر أوتي كو يفيبو كبرني مورو كو الله كان كو غوتو وني سلي نو وندو كو سبب توني. نعم. يصح أن يدعو باللغة الفلانية لا إشكال. نعم. نواي أوتي جنونك موتشغول ده أتورر تا حالا ونو حالا بولارني نواي إلا على. لكن أسماء الله تقال كما هي التي ذكرها الله سبحانه في كتابه، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم، ثم يدعو بلغتي لا اشكال. ايه كون اني انا عاد متشر بولر كون نون الا الله دين صفه جي ماكو صفه يا الله يا رحمن يا 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 غفور كون عندي صفه دين الا دون كو تاوتي كو حال عربيه انت من اوتي بكرون ايه متشر هونغول حركه بولر. والله اعلم.